رؤية القادة تتحول عندنا إلى إنجازات. ندعو الآن إلى المسرح حضرة أعضاء مجلس الإدارة سعادة خليفة جمعة النبودة، السيد نبيل نصر، اللواء شرف الدين شرف، والسيد عبد الله حمد بن سقاط ليباركوا مع سمو الشيخ راشد بن حمدان إنجازنا الجديد. في خطوة سباقة لمواكبة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في التحول الرقمي وجعل دبي أول مدينة تعتمد تقنية البلوك تشين بحلول العام 2020 من خلال استراتيجية بلوك تشين دبي 2020 ومن خلال استراتيجية بلوك تشين الإمارات 2021، خريجو الدفعة 39 لمدارس المواكب والمدرسة الدولية للفنون والعلوم آيساس سيكونون أول طلبة مدارس في العالم يحملون الشهادات الرقمية عبر تقنية البلوك تشين. يقدم هذا النظام الجديد إمكانية الوصول إلى الشهادات والسجلات الأكاديمية المعتمدة بسهولة ويضمن أصالة البيانات بشكل آمن لا يمكن التلاعب به، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والإجراءات الإدارية وحتى التكلفة. ندعو سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم لإصدار الشهادات الرقمية عبر البلوك تشين، فليتفضل مشكوراً.